السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة في فيديو جديد عايزين نتكلم على قانون هام جدا بدأ تطبيقه، كنا اتكلمنا عليه من فترة، لكن حبيت برضو أنوه على أن تطبيقه بدأ من اليوم بالفعل. القانون ده القانون الخاص بشروط شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيها. القانون ده رقم 73 سنة 2021، وهو متضمن فصل الموظف اللي بيعمل في الجهاز الإداري للدولة أو أي مؤسسة أو هيئة أو شركة أو وزارة أو قطاع أو مؤسسة بتديرها الدولة أو بتشرف عليها، إذا ثبت تعاطيه لأي أنواع من أنواع المواد المخدرة بيتم فصل الموظف في الحال بقوة القانون. عاوز أدي بس نبذة بسيطة عن القانون ده. القانون ده صدر من 6 شهور، وكان في مرحلة انتقالية ان هو يتم تطبيقه، يعني هو صدر ونشر في الجريدة الرسمية من 6 شهور، ومعاد تطبيقه النهاردة اللي هو 15/12/2021، يعني قبل ما نبدأ 2022 واحنا في 2021 النهاردة بدأ بالفعل تطبيق هذا القانون. طيب اجراءات وتفاصيل القانون ده ايه؟ في عجالة كده، القانون ده بيتم نص على تشكيل لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في صندوق اسمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وده تابع لوزارة التضامن الاجتماعي. الصندوق ده بيعمل لجنة بتنزل بشكل عشوائي، مفروض من النهاردة بشكل عشوائي فين؟ الوزارات، الهيئات زي ما قلنا، شركات القطاع الأعمال، شركات القطاع العام، مراكز الإيواء، المستشفيات الخاصة، أي حاجة بتديرها الدولة أو بتشرف عليها الدولة والموظف تابع ليها بيتم تطبيق هذا القانون. طيب بتنزل تعمل إيه اللجنة؟ اللجنة بتنزل بتعمل عينة عشوائية، بتسحب عينة تحليل عشوائي لأي واحد من الموظفين الموجودين في المؤسسة. إذا ثبت إيجابية العينة أو التحليل بيتم وقف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد على 3 شهور، وبيتصرف ليه نص الراتب، وبعد كده بيتعمل تحليل اسمه تحليل توكيدي، على أساس إن التحليل ده بيأكد جدية إيجابية أو سلبية العينة اللي تم سحبها. يبقى إذن العينة بتتم بشكل عشوائي، وقف الموظف زي ما قلنا أكتر أقل يعني مدة لا تزيد عن 3 شهور، وحرمانه من نص الراتب. ممكن الموظف لو عاوز يعمل تحليل على حسابه في الطب الشرعي ممكن يعمل تحليل ويستعجل التحليل، على أساس إن التحليل لو جاء سلبية العينة كل المصاريف اللي هو دفعها الدولة بتتحملها أو الهيئة اللي هو شغال فيها بتتحمل المصروفات وبيرجع لعمله والأمور بتنتهي. إذن في بعض الضوابط عايزين برضو نتكلم عنها. ما ينفعش إن موظف يطلب منه يعمل تحليل لمخدرات أو أي نوع من أنواع المخدرات ويرفض أو يتهرب. في الحالة دي بيعتبر متهرب وبيتم برضو وقفه وفصله عن العمل بقوة القانون. طبعا كلنا شايفين الآثار السيئة للمواد المخدرة، وشايفين كل الجرائم، معظم الجرائم اللي بيتم ارتكابها حاليا وبنشوفها الأيام دي جرائم بشعة، وأنواع من المخدرات ظهرت يعني حتى ما كانتش موجودة في السابق، ظهرت زي الشبو زي الترامادول يعني كل أنواع الحشيش والمواد المخدرة دي أسباب رئيسية من أسباب الجرائم. وفي حاجة تانية عايز أنوه عنها، إن صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان عامل خط ساخن
رقم 160 على 23، يعني الخط الساخن ده اللي هو خاص بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي بيتلقى اتصالات هاتفية للي حابب يتعالج طواعية، وخاصة من موظفين الجهاز الإداري للدولة وأي مؤسسة تتبع الدولة. يبقى إذن في طرق موجودة للعلاج، زي ما قلت في خط ساخن برقم 160 23، ده بيستقبل اتصالات على مدار الساعة على أساس تلقي طلبات العلاج. ونتمنى إن شاء الله إن يعني ما يكونش فيه يعني حالات الإدمان وحالات التعاطي، لأن هي بتدمر الأسرة والفرد والمجتمع، ويعني شايفين البلاوي السوداء اللي بتعملها. وأي سؤال يتعلق بهذا الموضوع أو غيره من الموضوعات القانونية، إحنا تحت أمر الجميع. وفضلا وليس أمرا، لا تنسونا من الدعم المعنوي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.